واحد بيقول ما هي اللغة التي كان يتكلم بها أبونا آدم وأمنا حواء؟ في الحقيقة مش عارف. واحد بيقول كثيرا ما وقعت في خطايا كثيرة وقدمت توبة ولكنها غير حقيقية، فأتوب اليوم وأسقط غدا، وهكذا صارت حياتي منذ مطلع شبابي حتى الآن 25 سنة. ورغم كثرة خطاياي كثيرا ما كلمتني نفسي عن الرهبنة وحياتها الجميلة مع الرب يسوع، فما أجمل أن أخلو معه لا شيء سواه. أريد من قداستكم كلمة معونة. لا، مش مرة واحدة تنط من حياة الخطية لحياة الرهبنة. يعني كفاية أن ربنا في الأول ينجيك من الخطايا اللي انت فيها، وبعدين تسلك في حياة البر وتتقدم خطوة خطوة، وبعدين تشوف ربنا عايز حياتك تنتهي عليه. في ناس كتير طالبين الصلاة ربنا يكون معاك. واحد بيسأل ما الفرق بين النفس والروح؟ النفس هي التي تعطي الحياة للجسد، والروح هي التي تعطي الحياة مع الله.